لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكثير يسأل: هل من مات في رمضان أو في يوم الجمعة أو في يوم عرفة دليل على حسن الخاتمة؟ اتعلمنا من أهل العلم كل الحاجات دي جميلة جدا، من مات في رمضان أو في يوم عرفة أو في يوم الجمعة، ولكن مع الاستقامة على طاعة الله. لو هو إنسان مستقيم ومن أهل الاستقامة فلي نسأل الله أن يجعلها حسن خاتمة، لكن ما فيش استقامة وما فيش عبادة ولا طاعة ولا استقامة على منهج الله، وتوفي في يوم الجمعة وتوفي في شهر رمضان وتوفي في يوم عرفة، كل الأشياء دي كلها فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا العدد، ويقول لك صلى عليه ملايين، كل ده حاجة جميلة، ولكن مع الاستقامة على طاعة الله. توفي في يوم عرفة وصلى عليه ملايين، الله أعلم هل المال حرام ولا مال حلال، ولكن كل ده جميل مع الاستقامة على طاعة الله. يبعث المرء على نيته، النية اللي هو مات عليها. ورب العالمين يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، جزاكم الله خيرا.